إذا ننتقل إلى الجريدة ومنها نطالع. قحط تخطط لزيادة مقاعد المجلس التشريعي والوزارات. كشفت قوى الحرية والتغيير عن أنها تخطط لزيادة مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لتكون 450 عوضا عن 300 مقعد المقررة في الوثيقة الدستورية، وأعلنت عن دراستها لفك دمج بعض الوزارات لزيادة عددها. وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم أحمد حضرة للسودان تريبيون الثلاثاء: ندرس حاليا إمكانية زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 450 مقعدا. وأشار إلى أن التحالف يدرس أيضا كيفية تمثيل الجبهة الثورية في السلطة التنفيذية، إذ ما كان سيتم إقالة وزراء ليتولوا مناصبهم أم بزيادة عدد الوزارات. وقلصت الوثيقة الدستورية عدد الوزارات في الحكومة الانتقالية ل 21 وزارة، حيث جرى دمج عدد من الوزارات في بعضها البعض مثل الطاقة والتعدين والكهرباء، التجارة والصناعة، العمل والشؤون الاجتماعية، السياحة والآثار. إذا أستاذ خالد، زيادة في عدد مقاعد البرلمان والوزارات، يعني ما هو المطلوب في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد الآن؟ أول حاجة من حاجة مبدئية، التأخير بتاع تكوين المجلس التشريعي ده خطأ كبير، تتحمل مسؤوليته الحرية والتغيير في المقام الأول ومجلس السيادة، لأنه حسب الوثيقة الدستورية هنا المسؤولين عن تكوين المجلس هو مهم، لأنه بيمثل الجسم التشريع، لأنه ما ممكن يكون الجهاز التنفيذي هو اللي بيعمل القوانين وهو بيطبقها، ده خطأ كبير. الشيء الثاني الدور الرغابي بالنسبة للنظام الحكم، ده حاجة أساسية. والشيء الثاني حتى هو بيكون لجان اقتصادية وكده أو سياسية وكده بيساعد الأداء التنفيذي، فده خطأ كبير سياسي. لابد الحرية والتغيير ومجلس السيادة في المقام الأول انتقدوا نفسهم وحاولوا يعالجوا الموضوع ده بشكل سريع، لأنه ده جزء من الضعف الأداء بتاع الجهاز التنفيذي. الشيء الثاني التوسع في المجلس التشريعي بشكل واسع، ده أول شيء رسالة سالبة سياسيا بالنسبة للمواطنين، لأن المواطنين دارين رسائل إنه الحكومة والحاضنة السياسية والحركات المسلحة بدعاني بوجع المواطن، ودي فيها رسائل سياسية ممكن تعمل تضخم في أجهزة الدولة، معناتها مزيد من الأعباء الاقتصادية، ممكن كالصرف ما كبير شديد، لكن الرسالة السياسية منه في المقام الأول، فأنت جزء من المواطن بتعيش حالة التغشف معه. وما معناتها إنه السلام ما معناتها محاصصة، السلام في المقام الأول المفروض يعنى بمعالجة الظروف بتاعت الفقر والنزوح واللجوء لملايين السودانيين، لا ما معناتها محاصصة للنخب، لأنه بيعانوا من السلام ما النخب السياسية، حتى كان بيقودوا الحركات المسلحة بيعاني المواطنين الموجودين في الأرض اللي فقدوا أهلهم وأسرهم وتعرضوا لانتهاكات وتعرضوا إنه هجروا مناطقهم، هجروا، فقدوا أبنائهم فرص التعليم، فقد الإنتاج، بقوا موجودين في مناطق تانية وبعانوا من مشاكل اقتصادية واجتماعية ضخمة جدا، محتاجين لإعادة، محتاجين لتعمير الغرى. دي مفروض يكون الصرف في المسائل دي، ما صرف على محاصصة النخب في كراسي الحكم أو في مجلس الوزراء أو في مجلس التشريع. فيما يخص مجلس الوزراء، أي حاجة عن الزيادة مفروض تكون بناء على التجربة بتاعت السنة دي، هل في حوجة حقيقية؟ يعني مثلا وزارة النفط دي محتاجة للتجربة، ثبتت ما ممكن تكون وزارة فيها التعدين والكهرباء والنفط، دي محتاجة لعادة الدراسة. حتى وزارة التخطيط الاجتماعي ووزارة العمل دمجهم مع بعض ما نجح، دي نوع من الحاجات المحتاجة على أسس تاع دراسة علمية والتجربة، ما عشان المحاصصة، عشان تفعيل الأداء التنفيذي للجهاز التنفيذي، لكن ما لمنح مناصب. وأي زول بيفتكر إنه السلام ولا انتصار الشعب السوداني معناته كراسي بالنسبة له، دي نظرة ذاتية ما بتعني الشعب السوداني، وخصم سياسي على من يقومون بذلك، وخصم على الشعب اللي قدم تضحيات من أجل التغيير. نعم.